UNFM 91.2. بالنسبة للبارتي نتاع اليوم عملنا اللي علينا، حاولنا سيطرنا على الماتش الكل، ربحنا 2-0. مي ما كانتش كافية باش نمشي لروسيا. مبروك اللي سي مجيد أبو ليلى، وهارد لك لينا حنين المرة الجاية، ولا غالب هكي هي الكورة، فيها الرابح فيها الخاسر، والمفيد تعدى ماتش نظيف وفيه روح رياضية، وإحنا مربيين يلزمنا نكونوا قدوة لتلامذتنا، وإن شاء الله ان شاء الله اولاد يشرفونا غاديكا في روسيا يا جماعه. معنا مجيد ابو ليلى صفاقس، بارك الله فيكم. الحمد لله يا رب العالمين. ماتش تعرفوا مش نتاع لعب كوره، ماتش نتاع ريزولتا، ماتش نتاع تاهل حلم لروسيا كاس العالم، مش حاجه سهله. انت ربح صحيح 3-1 في اللي، لكن في الريتور تجي تلعب لاتاك، تقول كيفاش تلعب الديفونس كيفاش. دونك حاولنا نحافظوا على عذره الشباك نتاعنا، ماركوا لنا زوز بوندويت، خلقنا فرص 3 تاتات ما نجحناش في الافان. الحمد لله احنا كنا نفرحوا كل سوا الكيب اللي تربح، سورتو انا ليكيب تاع جيبس لا ديمونتري معناتها ان انجاجمون ولعب تحفون بالكدا. دونك مبروك عليكم، مبروك علينا الكل. ماتنو لورغانيزاسيون وي هذه 4 اديسيون، نحاولوا نحن نعملوا مجهودنا باش من عام لعام ديما نكونوا من حسن الى احسن. ان غران ميرسي للجمهور اللي جا اليوم وحفلها بالكدا، ومعناتها عملنا جو كل ما بعضنا. دونك ان شاء الله ديما هكا معناها. ليكيب اللي ربحت اللي هي ليسي مجيد ابو ليلى في صفاقس، باش نمشيو ان شاء الله لروسيا، باش يحضروا ماتش تونس بلجيكا لو 23 جوان في موسكو. بيان سور ابار انهم باش يحضروا الماتش، باش فما يكون فما برنامج ترفيهي وديكوفيرت نتاع روسيا، محضرينهم بوكو دو سوربريز غاديكا. ابريوري لو 21 جوان نقصدوا ربي روسيا.